عمرة شرعها الله جل وعلا طوال العام، وهي في شهر رمضان أوكد وأعظم أجرا، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة، خرج من المدينة تشرف به النهاد والمهاد، تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل الله له في تلك الحجة الدين، وعاد إلى مدينته يتفقد أهلها ويشم روحها، فقابل امرأة من الأنصار علم أنها لم تحج معه، فقال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ فأخبرته بعذرها وقصر ذات اليد، فقال لها وهو الصادق المصدوق وأعظم ناصح، قال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه. فأرشد أمته وهو أعلم الناس بالشرع وأعظم الناس تقوى لربه إلى أن العمرة في رمضان يعدل ثوابها عدل من حج مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأي مقام أشرف من هذا؟